السلام عليكم. إذن مرحبا بكم في التمرين رقم 7 من سلسلة تمارين الدالة الأسسية النبيرية. تمرين 7 هو عبارة عن حل لمعادلة، إذن حل في R المعادلة الإكسبونسيال ديال 2X ناقص 2 ناقص 1 زائد E عامل الإكسبونسيال ديال X زائد الإكسبونسيال ديال 3 تساوي 0. إذن لنحل المعادلة، إذن أول خطوة كندير هي مجموعة تعريف المعادلة. إذن هنا مجموعة التعريف هي R، إذن لأن الدالة الإكسبونسيال تكون معرفة على R، يعني أو إكس معرفة على R، هنا عندنا أو ديال جوج إكس ناقص جوج إذن معرفة على R، وبالتالي إذن ليكن إكس من R. إذن لدينا النظمة أو المعادلة أو جوج إكس ناقص جوج ناقص واحد زائد أو أو إكس زائد او 3 تكافئ ماذا؟ اذا عندنا او ديال ا ناقص بي تساوي او ديال ا مضروبه في او ديال ناقص بي. اذا حنا عندنا او ديال 2 اكس ناقص 2، اذا يمكن لي نكتبها على شكل او ديال ناقص 2 مضروبه في او ديال 2 اكس. هنا الضرب تبادلي، يمكن لي ندير او ناقص بي مضروبه في او في او اس ا، اذا هنا الضرب تبادلي ناقص 1 زائد او او اكس زائد او اس 3. اذا تكافئ، عندنا ليكسبونسييل ديال 2 اكس راه هي ليكسبونسييل ديال اكس الكل اس 2. إذن او ليكسبونسي ديال ناقص 2 ليكسبونسي ديال اكس الكل اس 2 ناقص 1 زائد او او اكس زائد ليكسبونسي ديال 3 تساوي 0. هنا كندير تغيير المتغير، إذن نضع كيبان لي هنا او اكس، هنا او اكس، إذن نضع تي تساوي او اكس. إذن المعادلة تصبح على هذا الشكل، الإكسبونسيال ديال ناقص جوج أو إكس نعوضها بالتي، يعني تي مربع ناقص واحد زائد أو تي زائد أو أس 3 تساوي 0. إذا المعادلة من الدرجة الثانية. إذا باش نحل المعادلة خصني ندير دلتا. إذا دلتا شنو كيساوي لنا؟ بي مربع ناقص أ أو 4 أ بي. إذن ب مربع هي ناقص واحد زائد أو الكل مربع، ناقص كتمشي مع المربع كيبقى لي واحد زائد أو الكل مربع ناقص، ناقص ماذا؟ ناقص 4 في أو أس ناقص جوج، يعني في أ في ب في أو أس 3. إذن نبسطو هاد الكتابة، هنا عندنا متطابقة هامة، يعني واحد زائد أو الكل أس 2، إذن هي واحد أس 2 هي واحد زائد جوج أو زائد أو أس 2 ناقص 4. عندنا أو أس ناقص جوج مضروبة في أو أس 3، شنو هي؟ هي أو أس ناقص جوج زائد 3 أي أو أس 1 أي أو، إذن ناقص 4 أو تساوي، إذن نبسطو الكتابة، عندنا جوج أو ناقص 4 أو هي ناقص جوج او زائد او مربع. إذن هنا عندنا متطابقة هامة، يعني دلتا يمكن لي نكتبو على شكل دلتا كيساوي ماذا؟ كيساوي لنا واحد ناقص او الكل اس 2. إذن دلتا يساوي ماذا؟ إذن دلتا يساوي واحد ناقص او الكل اس 2. إذن الجذر ديال دلتا كيساوي لنا الجذر ديال واحد ناقص او الكل اس 2، المربع كتمشي مع الجذر، وهنا كتبقى لنا القيمة المطلقة، ناقصني نعرف. إذا عندنا واحد وعندنا او، واحد أصغر من او لأن او تساوي 2 تقريبا 7، وبالتالي كندير او ناقص واحد، يعني هذا خصكم تنتبهوا لهاد المسألة هذه، لأن كاين اللي غيدير واحد ناقص او، وهنا غتكون غلطة لأن واحد راه أصغر من او. إذا لقينا جذر دلتا، يعني كيمكن لي نلقى الحلول.
إذن المعادلة تقبل حلين، إما تي يساوي هنا في الحلول راك إما كندير تي واحد و تي جوج، أو كندير تي تساوي و تي تساوي، يعني تي يمكن لها تساوي جوج ديال القيم. إذن تي شنو كيساوي لنا؟ ناقص بي، دونك حنا عندنا ناقص واحد زائد، إذن ناقص ناقص، يعني تكون هي واحد، إذن تي كتساوي لنا واحد زائد او ناقص ماذا؟ ناقص جذر دلتا، إذن ناقص جذر دلتا اللي هي او ناقص واحد على جوج أ، و أ هي او أس ناقص اثنان، أو تي تساوي واحد زائد او زائد او ناقص واحد على جوج او أس ناقص جوج. إذن تي تساوي واحد زائد، إذن كنبسطو نحيدو الأقواس، واحد زائد او ناقص او ناقص مع ناقص الوحدة تولي زائد واحد على جوج أس ناقص جوج، أو تي كتساوي واحد زائد او زائد او ناقص واحد على جوج او أس ناقص جوج. إذن او ناقص او بجات بقات لنا جوج، إذن جوج على جوج بجات بقات لنا واحد على او أس ناقص جوج هي او أس اثنان. إذن او أس ناقص جوج ممكن نطلعها غترجع او أس اثنان، أو تي تساوي ماذا؟ إذن واحد بشات مع واحد، إذن واحد ناقص واحد صفر، بقات لنا جوج او على جوج او أس ناقص جوج، إذن جوج بشات مع جوج، و او أس اثنان اللي طلعناها الفوق غترجع لنا تي تساوي او مضروبة في او أس جوج، يعني او أس واحد مضروبة في او أس جوج هي الأو أس واحد زائد جوج أي او أس ثلاثة. إذا لقينا جوج ديال القيم، لقينا تي كتساوي لنا ليكسبونسيال ديال جوج، أو تي كتساوي لنا ليكسبونسيال ديال ثلاثة. إذا لقينا تي، يعني مازال ما لقيناش إكس، إذا كنرجعو القيمة اللي وضعت، إذا تي وضعناها كتساوي لنا أو إكس، أي أن أو إكس كتساوي لنا إما أو مربع أو أو إكس كتساوي لنا أو أس ثلاثة، وبالتالي إكس كتساوي لنا الآلان ديال أو مربع أو إكس كتساوي لنا الآلان ديال أو أس ثلاثة، والآلان ديال أو مربع هي جوج، آلان أو هي جوج، أو إكس كتساوي لنا ثلاثة آلان أو أي ثلاثة، لأن الآلان أو هي واحد، وبالتالي فمجموعة الحلول هذه المعادلة هما العددان جوج وثلاثة.